جذور الفنانة المصرية جميلة عوض فنية بحتة إلا إن من بداية احترافها التمثيلي جنبت حياتها الشخصية عن الأضواء عاشت قصة حب مع شخص من داخل الوسط الفني وفجأة أعلنت ارتباطها بيه ليلة عقد قرانهم مين هو العريس ده اللي هتعرفه معايا في الفيديو ده جميلة وصفت نفسها بالحبيبة من صغرها أول قصة حب عاشتها كانت في أولى ابتدائي وأكتر حاجة جذبتها لزميلها إنه شاطر ومتفوق دراسيا وكمان بيلعب تايكوندو كان سريع جدا في كل الألعاب اللي بتجمعهم وقت والمفاجأة إن هو كمان حبها واعترف لها بحبه في التليفون لما اتصلت بيه علشان تعرف الواجب اللي عليهم وفجأة قفل سكة في وشها أكتر من علاقة بعد كده دخلت فيهم جميلة إلا إن إنها ما تكلمتش عن تفاصيلها في الوقت اللي كشفت فيه عن المواصفات اللي بتحلم تلاقيها في شريك حياتها وهي إنه يعجبها بعقلها قبل ما يقع قلبها في غرام وإن يكون عنده كاريزما وما استبعدتش إنها تتجوز شخص من الوسط الفني وقالت يا ريت ساعتها أفكارنا واهتماماتنا هتكون واحدة وهيبقى فاهمني ومقدر ظروف شو اكتر الحاجه اللي حسمتها جميله بشكل قاطع هي انها مستحيل تتجوز جواز صالونات وقالت صعب اتجوز بشكل تقليدي مع اني بشوف ناس اتجوزوا بدون حب وعلاقتهم ناجحه جدا على عكس اشخاص حبوا بعض سنين وجوازهم فشل على ما يبدو الجواز زي ما بيقولوا بطيخه وانت وحظك فيها بس انا شخصيتي صعبه تتاقلم بسرعه مع شخص ما اعرفوش وعشان كده جواز الصالونات مشروع فاشل بالنسبه لي فجاه وبدون مقدمات تم الاعلان عن احتفال جميل عوض بعقد قرانها وتصدر اسمها الترند على كل منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل النشطاء عن هوية العريس، والمفاجأة إنه طلع من داخل الوسط الفني، لكن قدر الثنائي الاحتفاظ بسرية علاقتهم وعاشوا أجمل قصة حب بعيد عن الإعلام. العريس هو المونتير أحمد حافظ من مواليد 1982، يعني أكبر من جميلة بحوالي 9 سنين. لما كان عمره 14 سنة، قرر ياخد دورة تدريبية في الجرافيكس في الاستوديو وعرف بوجود استوديو مونتاج، فحب يتعرف عليه ويفهم كيفية عمل المونتاج. وحبه حبه اتوهم بالعالم ده لدرجه انه احترف المونتاج من وهو عنده 16 سنه، اهل احمد رفضوا التحاق بمعهد السينما لدراسه المونتاج وطلبوا منه الحصول على شهاده دراسيه في مجال تاني وبالفعل اتخرج من كليه التجاره الخارجيه قسم اداره اعمال وبدا حياته الاحترافيه كمساعد مونتير لكبار المونتيرين، وبعد كده مونتير لفيديو كليبات واعلانات، وحاليا هو واحد من ابرز المونتيرين في العالم العربي، ومن اشهر اعماله الرهينه والشبح والمصلحه والفيل الازرق وما وراء طبيعه الاعمال اللي جمعت جميله واحمد كانت مسلسل لا تطفي الشمس وافلام الضيف وهبته علاقتهم بدات كزملاء عاديه وبعد كده اتطورت لصداقه مقربه وحبه حبه مشاعرهم خدتهم لحته تانية خالص فضلوا يستمتعوا بحبهم بعيد عن العين تماما ولما اتاكدوا من حقيقه مشاعرهم احتفلوا بخطوبتهم الرسميه وبرضه فضلوا عدم الاعلان في الاعلام المره الوحيده اللي ظهر فيها احمد حافظ مع جميله واثار الشكوك حوالين علاقتهم كانت يوم حضوره عيد ميلادها رغم انه كان عائلي بحضور افراد اسرتها وتقريبا هو كان الشخص الوحيد اللي من بره العيله ومن المنتظر ان العرسان يحتفلوا بزفافهم في حفل ضخم يوم 8 يونيو المقبل باحد اكبر فنادق القاهره بحضور حشد من نجوم الوسط الفني والاعلامي والد جميلة هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي الممثلة رندا عوض وجدها هو النجم الكوميدي الراحل محمد عوض ومن صغرها عشقت الفن وحلمت بالتمثيل درست اعلام في جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة واول ظهور لها على الشاشة كممثلة كان من خلال مسلسل تحت السيطرة مع ندي كريم كسرت الدنيا وفترة قليلة اتحسبت من نجمات الصف الاول